يا هلا، شلونكم؟ شخباركم حبايبي؟ حابه انفي اشاعه وفاه الفنانه الكبيره انتصار الشراح، الله يطول بعمرها ويحفظها، حق عيالها وحق محبينها وحق جمهورها وحق الكويت اللي هي تفتخر ان هي واحده من رموز الفن فيها. خاف والله، يعني تقول لا في اللي انتم قاعد تتكلمونه. انا دائما اقول اللي يطلعون اشاعات مفروض والله العظيم يحاكمون، لانه حرام. اولا الفنانه الكبيره انتصار الشراح ام سالم طلعت من المستشفى امس بالسلامه وردت نورت بيتها، الله يحفظها ويسعدها، ولا يحرم احد من امه ولا الناس اللي يعزون عليه. ما له داعي الاشاعات. فنانه الله يحفظها حق فنها وحق جمهورها وحق عيالها، ما له داعي. شوفوا لكم اشاعات بعيده عن هذا الشيء. يعني انت تخيل ان انت اللي قاعد تطلع الاشاعه هذه، ان لو احد يطلع اشاعه عن امك وابوك، شوف اذا انت تقبل ان احد يفزع قلبك على امك وابوك ساعتها. قارن انت شنو قاعد تسوي من اشاعات اتجاه اي فنان، سواء صار شراح او غير صار شراح. ام سالم بخير، ام سالم ان شاء الله بصحه وعافيه، طلعت من المستشفى عندها مراجعات ان شاء الله تلتزم فيها. انا والله قايله حق بنتها دلال، قلت له اقسم بالله امك اذا ما التزمت في المراجعات راح يجي اخذها من الشاليه راح اوديها غصب تراجع. كفايه اهمال للصحه، كفايه عوار قلب. ترى مو بس اهل الفنانين وجع قلبهم، احنا كاعلاميين قلبنا يعورنا على الفنانين اللي قدموا قيمه وفن وتاريخ. وكفاية 2020 عورتنا بما فيه كفاية، ما عاد فينا احتمال حق أي شيء آخر. الله يحفظك انتصار الشراح، والله يحفظك حق عيالك وجمهورك. أنت بخير ودائما إن شاء الله بخير.